صباح الخير، أنا رزان وهذه هي النشط بلايز. اليوم هو يوم المباراة يوم الجمعة، كن هناك لتشجيع بلايز عندما يلعبون في حرين هيل الليلة في الساعة 4:30. الإدارة تقوم بحفظ بطاقات موافقة السيارات، أي شخص يحتاج إلى وحدة يحتاج للذهاب. الإدارة تقوم بفحص بطاقات موافقة السيارات، أي شخص يحتاج إلى وحدة يحتاج للذهاب إلى كشك دانتي سناك شاك. أسرع وقت ممكن. ستستضيف سيدة هولز نادي اللغة الألمانية من الساعة 3:40 لين الساعة 4:24 في غرفة E5 يوم الثلاثاء 19 نوفمبر. أي شخص مهتم بلعب التنس هذا الربيع يحتاج لملء الفاينل فورمز للتقديم إلى للقدوم إلى غرفة المدرب ميدوز C4 لاستمارة الاهتمام. يجب على اللاعبين المحتلمين للحصول على فحص طبي محدث وإكمال جميع أوراق نموذج النهائي قبل أن يتمكنوا من تقديم الاختبار. أولئك الذين ملؤوا الاستمارات أكدوا من التحقيق من بريدكم الإلكتروني للحصول على معلومات حول الاختبارات هذا الأسبوع. لقد بدأت تدريبات المضمان خارج الموسم للحصول على المعلومات يجب أن تكون approved. نماذجك النهائية مكتملة وهي ممكنك الاتصال بالمدرب ساتن للحصول على الأوقات والأماكن. يلعب فريق كرة القدم في جرين هذه الليلة الجمعة للأولية من تصفيفات TSSAA. كن هناك. أتمنى لكم يوما رائعا وGo Blaze.